مرحبا وسهلا بكم مرة ثانية. اسمحوا لي على الانقطاع قبيل، حق الله اللي يسمعني إذا عدل مشاركة لهذا البث، لأني بعيد من الكاميرا ولاني سامع زين، ماني لأن حتى الشاشة ماني شايفها. اللي يشوف فقط إذا قديتوا تعدلوا مشاركة لهذا البث المباشر مع أصدقائكم باش توصل الرسالة لأكبر عدد ممكن. مرحبا وسهلا بكم، مرحبا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. طبعا ما هو من اسبانيا وانما من شمال القاره الاوروبيه، تحديدا من مدينه نور شوبينج. يا غار نحن ذا الزمن في عالم قالوا عالم القريه الكونيه، لكن اللي خلق في اسبانيا قد يعلم بها منادم في السويد سابق ما علم بها منادم في اسبانيا براسها. مرحبا وسهلا بكم. طبعا الموضوع اللي كنتوا كاملين تحانوه اليوم هو قضيه جلسه الاستماع لرئيس الجمهوريه في المحكمه الوطنيه الاسبانيه. هذه الجلسة تمت عن طريق تقنية الفيديو، يعني عن طريق تقنية التخاطب عن بعد مباشرة من مستشفى لوغرونيو بإسبانيا. الجلسة إلى حد الآن يعني كل المؤشرات تقول عنها تصب في صالح الشعب الصحراوي وفي صالح قضيته العادلة. طبعا هذه الجلسة جاءت عاقب يعني حملة إعلامية وحملة تشويه مغربية كبيرة في الأيام الماضية، ولكن الحمد لله لحد الآن، راني نقول لحد الآن لأن منين نتكلم عن أي قضية قضائية ما نقد نصدر أي حكم إلى ما فات قاله القاضي. إلى حد الآن القاضي ما فات قال كلمته. إلى حد الآن عندنا أولا رواية المحامي الصحراوي، يعني محامي رئيس الجمهورية السيد إبراهيم قالي. رئيس الجمهورية قال عنه السيد إبراهيم قالي جال إسبانيا في حالة خطيرة، يعني وصفها بعبارة قريب من الموت، يعني كان في وضعية خطيرة جدا بسبب الإصابة بوباء كورونا، لذلك استقبلت إسبانيا لأهداف إنسانية. كذلك نقرأ لكم هون اللي قال تحديدا. كذلك محامي رئيس الجمهورية قال عن السيد إبراهيم قالي محده كان وزير للدفاع ما كان مسؤول عن أي من الجرائم اللي ارتكبت في مخيمات اللاجئين الصحراويين، يعني ما كان مسؤول لا عن جرائم القتل ولا كان مسؤول عن جرائم التعذيب، وبالتالي هو بريء منها. كذلك محامي الرئيس الصحراوي قال عن الرئيس الصحراوي يعني إبراهيم قالي في شهادته أمام المحكمة الوطنية الإسبانية قال عن هذه محاكمة سياسية هدفها هو تشويه نضال الشعب الصحراوي. لنعطيكم معلومة ربما ما فات انتشرت لا في الصحافة ولا فات قالتها حتى الصحافة الإسبانية، هذه معلومة من داخل المحكمة. من داخل المحكمة قام المحامي سول رئيس الجمهورية قال له شنهي صفتك؟ قال له السيد إبراهيم قالي قال له أنا رئيس الجمهورية الصحراوية. قال له كم من دولة تعترف بكم؟ قالوا تعترف بنا 82 دولة. قالوا هل أنت مستعد تتنازل عن حصانتك الدبلوماسية؟ قالوا أبدأ. مباشرة من قال رئيس الجمهورية عنه ما هو مستعد أن يتنازل عن حصانته الدبلوماسية، قامت محامية المشتكي الصحق طايرة، اسمحوا لي على هذه الكلمة بالحسانية، قامت مجلبة وجات مقاطعة، قالت عن ذا ما هو يلا، قالت له أنت عندك الجنسية الإسبانية ومرتكب جرائم وخاصة الصحق تمثل القضاء الإسباني. قام القاضي اللي هو قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية قال للمحامية، قال للمحامية المشتكي، قالها كلامك هذا اكتبيه مكتوب ومشيه لك تقرير مكتوب وما خاصك لي تتكلمي. بالتالي الكلام أعطى الكلام فقط للمدعي العام، ما أعطى حتى الكلام للمحامية. لذلك نبقي نبشركم كاملين عن فريق المشتكين، يعني هو الفريق الآخر المحامين، ما هو راضي عن ذي الجلسة لليوم. حتى بعضهم وصفها، يعني بعض المحامين يعني فريق الدفاع وصفوا الجلسة بعلنها، والله باطل الفريق الادعاء وصفوا الجلسة بعلنها مسرحية لأنها ما صبت في صالحهم. كل المؤشرات تصب في الاحتمال الأول اللي تكلمنا عنه البارح، وهو عن القاضي اللي يسمع الرئيس الجمهورية عاقب ذاك اللي يقول عن الأدلة المقدمة ضده لا ترقى لمستوى توجيه التهم للرئيس، لذلك لن يحكم براءته أو يفتح تحقيق في القضية، والنتيجة لا تعود عن الرئيس يرجع لمخيمات اللاجئين الصحراويين. بعض المعلومات كذلك حول المحكمة اللي جرت اليوم هو عن رئيس الجمهورية محامي عنه المحامي مانويل أولي. فريق الادعاء يعني المشتكي الأول في القضية الأولى محاميتها اسمها ماريا خوسيه مالاغون، والمحامي الثاني يعني القضية الثانية محاميها اسمه خوسيه رامون روميرو. هذه هي الجلسات اللي جرت اليوم. الجلسة ما جرت في الوقت اللي كان محدد، كان محدد على الجلسة الأولى تتم في الساعة 10 صباحا والجلسة الثانية الساعة 10:30، يا غير عقب وأخروها، الجلسة الثانية بدأت عقب 10:30، لذلك أخلق تغيير في موعد المحاكمة.
كذلك من الأخبار اللي طرات اليوم هو عن وزير الداخلية الإسباني مارلاسكا، قال عنه يجب علينا الاستمرار في بناء الثقة بين إسبانيا والمغرب. أنا في اعتقادي عن هذا تصريح وزير الداخلية الإسباني هو تمهيد لتوتر محتمل مع المملكة المغربية عقب جلسة الاستماع للرئيس إبراهيم قالي، لأنه في حالة المحكمة الإسبانية تبرأ الرئيس إبراهيم قالي والله حتى تفتح التحقيق وتسمح له عنه يرجع لمخيمات اللاجئين الصحراويين، هذا معناه توتر في العلاقات المغربية الإسبانية. لذلك الطرف الإسباني والحكومة الإسبانية، وهذا ما يثبته تصريح وزير الداخلية الإسباني اللي قال فيه، أعلن خاصنا نحرص على بناء الثقة مع المملكة المغربية. هذا في اعتقادي عنه بداية التمهيد لتوتر محتمل مع المملكة المغربية. باش تعود الصورة واضحة لكم، إلى حد الآن نحن رانا تكلمنا لا عن تصريح محامي الرئيس الصحراوي، وتكلمنا كذلك عن وجهة نظرنا نحن، خاصنا نسمع وجهة نظر الطرف الآخر، يعني محامية المشتكي، محامي كذلك المشتكيين الثانيين، باش تعود عندنا الصورة كاملة. إلى حد الآن هذا كامل اللي سمعته، ما هو نتيجة جلسة المحاكمة، وإنما جلسة المحاكمة لنعرفوها منين يتصرح القاضي والله يصدر عنه بيان رسمي، فم لنعرفوا القاضي شنو اللي باغي يعدل في ذي القضية. ولكن يحد الآن كل المؤشرات تبدو إيجابية، أولها عن محامية المشتكي ما هي راضية على المحكمة، ما هي راضية على الجلسة، ما سمحوا لها عنها حتى تتكلم وحتى تصور رئيس الجمهورية، وإنما القاضي قالها اكتبي أسئلتك ومشيها لي مكتوبة. كيف قلت عنه القاضي ربما يعني شبه اعتراف بالصفة الرسمية لرئيس الجمهورية، وكذلك بالحصانة اللي يحمل رئيس الجمهورية. نقطة أخرى مهمة كذلك تكلم عنها محامي رئيس الجمهورية، وهي قضية على أنه تم تسييس القضاء الإسباني وتم تحريف القضاء الإسباني عن أهدافه الحقيقية. قال عنه جرى استقلال العدالة الإسبانية لأغراض، ما قالها بذي الكلمة، غير قالها بكلمة كيفة عنها، لأغراض خبيثة، يعني تسييس العدالة الإسبانية لتحقيق مصالح سياسية. كيف قلت مرة ماضية ونزيد نعاود عنه، دائما في القضاء الأوروبي أي قضية يتم تسييسها تفقد جوهرها وتفقد صحق مضمونها. لذلك إلى حد الآن، راني نقول إلى حد الآن لأن القاضي ما فتكلم، إلى حد الآن مؤشرات إيجابية وتصب في الاحتمال الأول اللي تكلمنا عنه البارح. لنرجع لكم إن شاء الله في بث مباشر ثاني حول هذه القضية منين يطرى فيها أي جديد. استودعكم الله وإلى اللقاء، وسمحونا حق الله ربما هذا البث كان خاص يعود من لوغرونيا من إسبانيا، ولكن الظروف فرضت عنه يعود من شمال القارة الأوروبية. شكرا لكم ومرحبا بكم.